والعمل الصالح له شرطين، لابد أن يكون خالصا منك لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون صوابا صالحا موافق للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أعمل عمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمرنا، أفرق كروبات الناس، أجود على الناس مما جاد الله علي به، أعطي الناس مما أعطاني الله سبحانه وتعالى، أأمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، كل ده في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أدي التفريج. يبقى التفريج هو العمل الصالح. هقول لحضرتك، أنت عارفة إيه غاية وجودنا في الدنيا؟ إيه الهدف؟ العمل الصالح. والله ربنا خلقنا عشان نعمل عمل صالح في الدنيا نأمل به يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل درجات مما عملوا. يبقى درجتك عند ربنا بعملك الصالح. أيوة، صحيح. بعملك. بعملك. انت شوف شوف، انا عايز كل مشاهد من السادة المشاهدين دلوقتي يقول لي انا عند ربنا فين، انا درجتي عند ربنا فين، انا مكتوب عند ربنا فين، او انا عايز ابقى الجنه كمان درجات. انا طبعًا عايز ان شاء الله لما ادخل الجنه، طب هبقى في اي درجه؟ ما هي أيوة، الدرجات متفاوته طبعًا. مش ندخل الجنه كده وخلاص، ما هي ليها درجات، عايزين نبقى يعني قريبين كده من ظل عرش الرحمن. الله، جميل. طب ماشي، نتكلم في الموضوع دوت، نقول ونحمس كل الناس اللي هم عايزين يفتحوا قلوبهم بمفتاح من مفاتيح القلوب النهارده.